هنا منطقة الجبخانة. منطقة الجبخانة ديت اللي هو المبنى الأثري اللي ورانا ده، المبنى ده بتاع محمد علي باشا، ده كان أصلا مخزن بارود تابع للقلعة. الجيش بتاعهم الجيوش كانت هنا. ما أنا مش شايفك، مش شايفك أنا ولا إيه؟ ها؟ قبل ما تتحط طوبه في عزبه خير الله في سنه 80، كان هنا بيتم، كان حصل يعني اتعمل على في المبنى ده افلام كتيره، منها فيلم صلاح الدين وتمثيلات اسمها فرسان بالاطبول وحاجات كتيره اتعملت هنا. كانت في الثمانينات على طول كل يومين ثلاثه موجود هنا بيتم تمثيليه دينيه، فيلم اسلامي كده. لما بدأنا احنا بقى هنا بالنسبة لتأسيس الملعب دوت، كان ملعب يعتبر من غير أسوار، عملناه نظام بالحجارة وكلام من ده. لما بدأت عزبة خير الله تعمر بعد كده في 83 بدأ العمار طلع، بدأنا احنا عملنا حددنا موضوع البيوت دي كده عشان خاطر نقدر نلاقي مساحة أرض تستفيد بيها الشباب اللي بيها نعمل فيها ملعب كورة. لو احنا سيبنا المجال ده مفتوح كان زمان البيوت اللي انت شايفها دي كلها بينها وبين المبنى الأثري ده مفيش 3 4 متر. دي جه مشروع ناجح، ده فادي الشباب كلها على مستوى مصر القديمه مش خير الله بس. هو اول ملعب في مصر القديمه يعتبر كل الشباب بتحبه. بعض الناس اللي هي مش من المكان اللي ما تعرفش الناس كانوا بيطلقوا على المكان دوت حاجات وحشه. يعني اهل المكان ناس بسيطه ومحترمه وارزوقيه، بسيط قوي اللي تلاقيه ايه؟ بسيط قوي اللي تلاقيه ايه صاحب تجاره معينه، اللي شغال نجار، اللي شغال حداد، اللي شغال، وتلاقيهم بقى ايه واخد بالك، كانوا الاول يرجعوا اخر النهار تلاقي اللي عايز يلعب له شويه ايه في الملعب ما بيصدقوا، يجي شهر كريم زي شهر رمضان اللي بقى لما نقول ننظم دوره رمضانيه تبص تلاقي ايه الفرق كله يتلم بقى. سنة 90 واحنا بننظم دورات، ما يقدرش نعدي شهر رمضان بدون ما نعمل دورة رمضانية. ليه بقى؟ أنا لو نفسي قلت مش هعملها تلاقي الناس تجي لك، الناس اللي بتتفرج، اللي لعبت الكورة، يقول لك احنا بنستمتع بيها في رمضان. من أول شهر شعبان بنبدأ نشوف الملعب عايز إيه. دي أول حاجة. أول ما تبدأ خلاص أعلنت هنعمل دورة رمضانية وتبدأ الفرقة تهل علينا من 10 شعبان وأنت ماشي، ببدأ أنا أشوف الملعب عايز إيه. الملعب عايز إذاعة، في ارض مثلا مش متظبطه. يعني احنا كان في دماغنا ان احنا نعدي السنه دي ان شاء الله، وفي دماغنا ان كنا من اهل الدنيا السنه الجايه عايزين نظبط الملعب اعلى من كده. حلاوه الدوره اللي بتقام هنا دي، الدوره المدنيه دي، بتبص تلاقي الناس البسيطه اللي زي الراجل بتاع الحمص ويجي بتاع الجيلاتي، هو منه بيتفرج ويشوف الصوره كويسه ومنه بيسترزق، لان دي زي ما حكيت لك دي ناس بسيطه، والواحد بيدور على لقمه اكل عيشه من ايه؟ من المكان اللي هو عايش فيه. ساكن هنا في العزبه. عزبه خير الله هنا دام الدبخان. اشتغل بتاع حمص في الشتاء وفي الصيف جلوتي. يعني رد الارزاق. دوره الكوره
متعة عشان تشوفوا الناس الحلوة، الأستاذ خالد والدبخانة والناس كلها. والله نظام فرحة يعني، مش حكاية بيع وشراء، أنا كفاية إني فرحان بشوف الناس وأضحك مع الناس وأضحك مع ده وأضحك مع ده. الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية كل نائب بينجح في الدايره حضر هنا، حضر قبل ما ينجح، الملعب وشه حلو عليه. والسنه دي الراجل اللي جاي الضيف اللي هو الحاج محمد ابو مسلم ده تقريبا الراجل يعني نازل ايه هيرشح نفسه جديد. محمد عبد الحليم من منطقه الدبخانه، بشجع فرقه النور طبعا، فرقه كبيره، فرقه محترمه طبعا، جايين النهارده عشان نشجعها، فريق كبير. يعني احنا هنا لما بنيجي نشجع بنشجع بروح عالي، لان احنا هنا مفيش دوره ثانيه زي دي. صحابنا بنيجي نتلم هنا بعد الفطار، قعدتنا هنا بعد الفطار عشان الدوره، عشان لازم نيجي نشجع فريقنا. المره اللي فاتت اللي انا من دور الاربعه والدور دوت خدنا النهائي. المرور كله واقف، ومصر القديمه كلها واقفه، وكل الدنيا واقفه هنا على مطلع جبل وادي عنتر. ايه اللي فيه؟ ايه يا جماعه فيه؟ ايه؟ قال لك في الثوره اللي عاملها الاستاذ خالد حموده وراعيها الحاج محمد ابو مسلم التكات الجنزي. 88 واحنا بنذيع الدوره دي، الدوره دي رقم 65. كل رمضان هو ده الموسم القروي بالنسبه لرمضان، هي الدوره الرمضانيه، هو ده العيد، العيد بتاع العشوائيات بالذات. لسه بنظبط ساعاتنا مع بعض، لسه بنظبط حوارنا مع بعض في وجود الحاج محمد ابو مسلم رجل الاعمال. انا اصلا من الجب خلينا من بعد الدوري من الناحيه الثانيه، عندي محل كهرباء، وانا كان حلم بلعب كوره بس خلاص يعني دلوقتي اشتغل بقى مهندس بالشهاده بتاعتي. يعني الشهر رمضان ما بيجيش كتير، الدوره واللعب والجمهور والناس بتتفرج عليك والجواز وكل حاجه ده ما بيجيش كتير. انا اشتركت في الدوره هنا عشان هي دي اقوى دوره، اقوى دوره اصلا معموله في المنطقه هنا جنبنا كلها. وهنبدا مراسم الدوره بالسلام الجمهوري لجمهوريه مصر العربيه. يعني على طول عايزين بقى نشر هذا الملعب، عايزين نشر زي ما قال وزير الشباب، انا عايز نياسة عادية منصة التكوين يطلع من ارض الملعب وطويله على طول تروح لمصطفى. هل يا ترى نصل الى ضربات المعاناه الترجيحيه؟ هل يا ترى نلعب اربع ضربات جزاء لكل فريق؟ لسه كابتن 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 الجمهور، الجمهور يقف على الخط. يلا احمد اليسري، التعادل 1-1. 3-2 للنور، عدوا وشهرته شيكابالا لاصحاب البشره السمراء لاعب العرب.
جول، اصبحت النتيجه 3-3. هو الفاكهه او النور المتلألئ في ارض الملعب. صدها مصطفى، وصدها مصطفى، ارجع الجمهور زي ما كان يا عاطف. 3-3 في واحده من النور. مين هيلعبها؟ حاسب يلا. مين هيرجع؟ عرفه؟ بوم بوم بوم، ولا فوز عمور بالدورة الرمضانية. من مدينة أسيوط تتقدم أمام الحاج محمد أبو مسلم رجل الأعمال و 10,000 جنيه، لا الحاج يوسف خد 14,000 جنيه. هيتحسب النهاردة. وكل سنة وأنتم طيبين، وينتقل إلى خارج الملعب.